فكرة مع اقتراب موسم الصيف تأتي الفرصة المثالية للاستمتاع بسهرات الصيف الجميلة ورائعة، وبيبدأ التأمل بالجلسات الهادية مثل الاسترخاء على الشواطئ الرملية وأشعة الشمس الدافئة. ومن أجل المهتمين بالبحث عن وجهة مميزة للسياحة، رعدت لكم أجمل 10 وجهات سياحية للصيف 2018. 1. مراكش المغرب، لما بتمتلكوا من المعالم التاريخية والحضارة العصرية. 2. المالديف، اللي هي عبارة عن مجموعة من الجزر الصغيرة اللي بتتواجد بقارة آسيا بالمحيط الهندي. 3. جزيرة بالي أندونيسيا، اللي تعد من أروع وأجمل الجزر السياحية. 4. تايلاند. 5. كونستانس ألمانيا. 6. إسطنبول تركيا. 7. زنزبار تنزانيا. 8. زيلامتي النمسا. 9. سيدي بوسعيد تونس. و10. جزر الأزور البرتغال. فما تفوتوا زيارة هذه البلدان بالصيف. باي.